لأن مشاهدينا إلى نظرة شاملة على الحالة المرورية بشوارع العاصمة، والزميل بكر شرقاوي كاميرا أونلايف هناك. إليك بكر. أهلا رجائي، نحن الآن داخل غرفة العمليات المركزية للإدارة العامة للمرور، كما عودت قناة أونلايف المشاهدين لرصد الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم السبت، حيث يعني حالة من الحالة من السيولة المرورية تشهدها شوارع القاهرة الكبرى، خاصة أن يوم السبت هو يوم عطلة لبعض أو عديد من الشركات والمصالح الحكومية. وللمزيد من التفاصيل حول الحالة المرورية ينضم إلينا على الهواء مباشرة الرائد محمد الشربيني المشرف على غرفة العمليات المركزية. برحب بك يا سيادة الرائد على الشرفية. أهلا وسهلا بحضراتكم وجميع السادة المشاهدين. بالنسبة للحالة المرورية اليوم، وخاصة بعد تحسن الأحوال الجوية عن الأسبوع الماضي في شوارع القاهرة الكبرى. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، النهارده السبت يمكن من الايام اللي بتشهد اقل معدلات للحركه بعد الجمعه، طبعا نظرا لوجود معظم المصالح وبعض الاشغال باجازات المعتاده يوم السبت. زي ما وضح في الشاشات، الحاله جيده جدا، سيوله مروريه تامه، ومعدلات حركه منخفضه جدا على كافه المحاور. ما عندناش اي اختلاط باي كثافات في اي منطقه من المناطق التابعه للاداره العامه للمرور، سواء على الطرق السريعه بالكامل او ايضا على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو ومداخل القاهره من الطرق المختلفه، سواء طريق السويس والاسماعيليه والطريق الزراعي. طبعا نتمنى ان السيوله المروريه تستمر على مدار اليوم المعتاد في يوم السبت. ايضا بنأكد ان الحاله الجويه النهارده الحمد لله مستقره تماما، ايضا ما لهاش اي تاثير على حركه المرور، ما عندناش اغلاق او اي تحويل لاي طريق سريع بسبب سوء الاحوال الجويه، الحاله مستقره تماما. نتمنى طبعا السلامه للجميع. دايما بنأكد ان الاحجام المروريه المنخفضه على الطرق السريعه بتغري بعض قائدي المركبات لاستخدام السرعه الزياده، ولكن بنأكد مع الجميع لسلامتهم وسلامه اللي موجودين معاهم في السياره وايضا مستخدمي الطريق، التزام دايما بالسرعات المقرره والتزام بمسافه الامان والتزام بتعليمات رجال المرور. تم تكثيف الحملات على كافه الطرق السريعه كتعليمات السيد اللواء عصمت طلاشقر مساعد الوزير مدير الاداره العامه للمرور، خاصه حملات الرادار لضبط السرعات على الطرق السريعه، وايضا حملات الفحص الفني وحملات ضبط المتعاطين لمواد مخدره اثناء القياده. زي ما حضرتك تفضلت، يمكن النهارده بدات حاله الجو تتحسن بالنسبه لارتفاع درجات الحراره اللي كان موجود في الاسبوع الماضي، ولكن بنستمر في نصيحه قائدي المركبات المتواجدين على الطرق السريعه وايضا في طرق داخل القاهره، دايما قبل ما يتحرك يكون متاكد من الصحه الفنيه للسياره، لان طبعا ما زالت درجات الحراره مرتفعه نسبيا، ما بقتش زي فصل الشتاء، بنأكد دايما انه لازم يبقى متاكد من الصحه الفنيه للاطارات عشان ما تسببش معاه انفجار الاطار اثناء تواجد على الطرق السريعه وتسبب معاه حوادث. ايضا لازم يتاكد من الصحه الفنيه لدوره التبريد ودوره الغاز للسيارات بتعمل بالغاز عشان ما تسببش معاهم اي اعطال او اي حوادث لا قدر الله اثناء تواجدهم على الطرق. نتمنى طبعا السلامه للجميع، ومتابع مع حضراتكم على مدار اليوم لحين الانتهاء من الهدوء او تاكيد من هدوء الحاله المرورية ان شاء الله. شكرا سياده الرائد على تحت الفرصه لهذا اللقاء على شاشه قناه اونلايف. شكرا فندم، شكرا. يعني رجائي يعني يوم هادئ اليوم من للحاله المروريه باليوم السبت في شوارع القاهره الكبرى، كما تفضل سياده الرائد محمد الشربيني المشرف على غرفه العمليات المركزيه للاداره العامه للمرور، وعوده اليك مره اخرى في الاستوديو. الزميل بكر شرقاوي موفد أونلايف من الهيئة العامة للمرور، أشكر لك شكرا جزيلا.